مانا لو سبتة وماليليا مغربية ما كناش هنشوف سور ضخم ولا أسلاك شيكة بتفصل بين الأراضي المغربية وبعضها، ولا كنا شفنا شباب المغربي وهو بيرمي نفسه على شواطئ المدينتين علشان يحقق حلمه في جنسية أوروبية. أما العيلة المغربية اللي اتفرقت من سنين فمش هتحتاج تعدي على سور ونقط تفتيش، لا وكمان احتمال تحتاج فيزا قريب علشان بس تدخل جزء من دولتها. ما كانش هيزور المدينتين كل يوم حوالي 50,000 مغربي من المناطق القريبة من المدينتين، يروحوا يشتغلوا كل يوم ويرجعوا. سبتة وماليليا لو كانوا مغربيتين ما كانش الناس هتجيب منهم سلع رخيصة يبيعوهم في منطقتهم الفقيرة، وده لأن المدينتين يعتبروا مناطق تجارية حرة، واستثمار المغاربة في المدينتين بيقدر بحوالي 1,000,000,000 دولار. الحقيقة اللي مكانش هيبقى فيه وجود لشغلانة اسمها المغربيات الحمامات، اللي فيها الست هي الطرف الأضعف بين تاجر وحكومة بيكسبوا أضعاف أضعاف. بصفة حال بقى الخوض خزاق جندورو في قاسات كسي غادي بغاد الشغل أقيم دي وذاك غيبش نتشد عندي لي حنجان ديم الزيانة 14-15 سنة كسي لعبوز ماشي نشلة فاضي. ما كانتش أسبانيا هتبقى متحكمة في مضيق جبل طارق بحكمها لثابتة بس من الناحية الأفريقية، لكن الناحية الأوروبية تحت الحكم البريطاني، رغم ان الجزء ده بيقع في جنوب اسبانيا اساسا. تخيل الوضع معكوس ازاي. طب ماذا لو جبل طارق نفسه كان عربي؟ جبل طارق اللي حكمها العرب لمدة 5 قرون وتسمت على اسم قائد الجيش العربي طارق بن زياد. ايا كان مش موضوعنا، ممكن نبقى نعمل حلقة تانية عن الموضوع ده. سبتة وماليليا لو مغربية ما كانش هيبقى فيه فصل عنصري بيتوجه للمغاربة، يبدأ من السكن اللي ملهمش حق في التملك ومساكنهم فقيرة وعلى الأطراف وبيعانوا من البطالة بسبب صعوبات تكملة تعليمهم وكمان ضرائب أكتر لو خدوا رخصة شغل، مع طبعا حرمانهم من وظائف الحكومية وكمان بنى المساجد. طب ده منطق؟ ده غير قانون الأجانب في المدينتين اللي بيجبر المغاربة ان هم يتنازلوا عن جنسيتهم يا إما يطردوا. منين؟ من أرضهم؟ وما كانش هيحصل مشاكل تانية كبيرة مترتبة على المشكلة دي زي مشكلة جزيرة ليلى اللي حصلت سنة 2002، وهي جزيرة في المنطقة برضو بس محدش عايش فيها، دخلها جيوش مغاربة وحطوا علم المغرب. فأسبانيا اعتبرت ان ده احتلال رغم ان الجزيرة مش بتاعت حد، وبعتت حملة عسكرية وطيارات ومراكب حربية، كل ده عشان يطردوا 6 جنود بس معهمش غير مسدس وبندقية. وكانت هتعتبر زيارة ملك أسبانيا للمدينتين في 2007 زيارة عادية، ده بس لو كانت سبتة وماليليا مدن مغربية، واللي بسبب الزيارة دي صار الشباب المغربي وانتفض ولسه الاحتجاجات مكملة لحد النهاردة ومن قبلها كمان. حاول المولى اسماعيل سلطان المغرب انه يرجع سبتة وحاصرها فعلا لمدة يقال انها 30 سنة سنة 1694، لكن للأسف ما قدرش يحرر المدينة. وبعدين جه المولى محمد بن عبدالله اللي حاصر ماليليا سنة 1774، لكن هو كمان ما قدرش يدخل المدينة وترأس كل المحاولات محاولة السياسي محمد بن عبد الكريم الخطابي، لأنه دخل حروب كبيرة لمدة 5 سنين من سنة 1921 ل 1926، منها مثلا معركة أنوان في 21 يوليو 1921 واللي اتهزم فيها الأسبان جامد، بس في النهاية فضل الحال كما هو عليه. سبتة وماليليا لما تشوفهم بعيد على الخريطة هتعتبرهم بطبيعة الحال أرض تبع المغرب، لكن هتقرب شوية وتشوف الحقيقة الصادمة اللي خلتني أعمل الفيديو ده واللي هتخليك تشيره علشان العالم كله يعرف إن سبتة وماليليا مغربية.